طول كرم هجوم مفاجئ لم يكن متوقعا، إذ قام مصادر إعلام إسرائيلية أكدت بأن طيران الجيش الإسرائيلي قام ونفذ بغارة جوية على موقع في طول كرم، مما أسفر حسب السلطات الفلسطينية عن عدد كبير من الإصابات وأيضا من القتلى. نلاحظ أن الجيش الإسرائيلي لم يقدم أمرا بالإخلاء مثلما شهدناه في العديد من المواقع، وربما هذا يدل على رغبة في استهداف شخصية. فهناك فرق بين استخداف منشآت يتم فيها تخزين الأسلحة أو ربما الذخيرة، لكن عندما يتعلق الأمر باستهداف الأشخاص أو القياديين لا يتم الإعلام مسبقا ربما نظرا لسرية العملية.